السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك كما جرت العادة، اللايف دائما مع أستاذة جيهان لبيب، كل يوم ثلاثاء بطبيعة الحال كيف ما وعدناكم. دونك الموضوع ديال اليوم موضوع اللي مهم بزاف، موضوع اللي تيهمنا كاملين بطبيعة الحال. دونك نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، انا اموركم كلها مزيان، انا كل شيء دايز كيف ما تتمناو الحمد لله، انا كل شيء بخير وعلى خير. سلام اسميري، السلام عليكم كاملين. فيما يخص دونك اللايف ديال اليوم، موضوع كيف ما قلت لي هو مهم بزاف، موضوع اللي غادي نهضروا فيه على بزاف ديال النقط، بزاف ديال الامور اللي هي مهمه، اللي هي ضروريه، اللي هي مفيده. ودونك نتسناو الاستاذه جيهان تلتحق بينا. ف اللايف ديال اليوم غادي نهضروا على يعني بطبيعه الحال دائما في اطار مشاريع الحياه، غادي نهضروا على العلاقه الزوجيه كيف ما اقترحت علينا الاستاذه جيهان المره اللي فاتت. سلام هبتي، ميرسي لايف ستيل ديكوريشن بيوتي، مرحبا، شكرا تيفا، شكرا لكم كامل. الوغ امزي كما قلت لك الموضوع هو استاذ جيهان غتحدث لنا، دونك غادي نشوفوا في اطار الجانب الكوتشين دائما كيف ما تنديروا. الوغ ريحانه عندها طلب، قالت لك شكون اللي عنده حوايج ديال الزياده، الناس اللي باغيين يديروا الخير، الناس اللي باغيين يعطيوا الحوايج ديالهم، فممكن انهم يتصلوا بريحانه ويعطيوها بطبيعة الحال الناس اللي باغيين يفرقوا. فنتمنى انكم تكونوا مزيان، انكم الامور تكون مزيانه بخير وعلى خير. قريبا ان شاء الله غنديروا لايف على الامساك، الامساك الهداري. ف نتسناو على ما تجي عندنا جيهان. فيما يخص الامساك بطبيعة الحال، ملي تنهضروا على الامساك تنهضروا على مجموعه ديال النقاط اللي هي تقدر تكون مرتبطه بالامساك. من بين هاد النقط كاين الالياف الغذائيه، دونك ملي تنهضروا على الالياف الغذائيه بطبيعه الحال تنهضروا على الخضر والفواكه الطازجه يعني ما طيباش، تنهضروا على الفواكه الجافه، تنهضروا على القطاني، تنهضروا على الخبز ديال الشعير، تنهضروا على الخبز الكامل. فهذه فقط بعض النقط فيما يخص علامات التحقيق بين الاستاذه جيهان. الصيام المتقطع نعم غنديروا عليه لايف ان شاء الله مباشره، غنديروا لايف على الصيام المتقطع ولا لوجون انترميتون. دونك قلت بان القبض هو هذا، القبض خاص الانسان يشرب بزاف، خاصو بطبيعه الحال الا كان ما عندوش علاقه بامور فيزيولوجيه، الا كان عنده علاقه بجانب اللي هي غذائي 100% فتيكون مرتبط بثلاثه ولا اربعه ديال النقاط، تيكون مرتبط بالالياف الغذائيه، بالفيتامينات، بالاملاح المعدنيه، وبالماء، وطبيعه الحال الحركه. فوالا الحمد لله ام فاين ثانك يو الحمد لله. غادي نقول لكم فوقاش اللايف بالنسبه للصيام المتقطع، نقول لكم فوقاش غنرسيو الامور، وبيان سور راه غنديروا لو بوست ان شاء الله. دونك ما عرفتش جيهان واش التحقت بينا ولا مازال، جو بونس الي لا. دونك غادي نشوفوا الاستاذه جيهان. سلام زينب، صافا زينب كيش اخبارك؟ دونك جيهان الي لا. السلام عليكم، جو سوي لا، جو سوي لا. وي جيهان مرحبا، صافا اختي كيش اخبارك؟ لاباس الحمد لله، ربي يخليك، كي داير نتايا؟ صافا الحمد لله، الله يبارك فيك. سمحي لنا انا شاك فوا. نو مزيان، كلشي مزيان؟ لا اللهم لك الحمد، كلشي مزيان. كتسمعني مزيان؟ كنسمعك مزيان اكسلون، تري تري بيان، على بركه الله. دونك جي لونسي الموضوع، دونك قلت باننا اليوم غنهضروا على واحد الموضوع بطبيعه الحال اللي تيهم الجميع، تيخصنا جميعا، اللي هو الموضوع ديال العلاقه الزوجيه. هنا ما غاديش لان الموضوع هو مهم بزاف، وربما جيهان ما غاديش، غنحاول باش ما ندخلش، غنحاول نخليك انك تهضري وتجاوبي على تعطينا بعض النقاط اللي تكون عمليه. غير ما انا تنشوف جو سي با وجهه نظري، ربما نضرب ثلاث نقاط رئيسيه جيهان الا كان ممكن. انا كيفاش تنشوف الامور، تنشوف الزواج فيه ثلاث مراحل. كاين المرحله الاولى ديال قبل الزواج اللي ممكن اذا ممكن تهضري لنا عليها وتقولي لنا شنو خاص كل واحد ملي تنهضروا على يعني على الزوج ولا الزوجه، انهم فاش خصهم يفكروا، شنو خصهم يديروا، شنو هي الهضره اللي خاصها تتقال بيناتهم الى اخره. النقطه الثانيه تتكون هي اثناء الزواج، يعني من بعد ما تنديروا هذاك لاكت، من بعد ما تنديروا الحفله، يعني تيولي تندخلوا، لان نفسيا بطبيعه الحال
واخا تيكون تتكون العلاقه بين الشخصين، ولكن ملي تدوز هذيك المرحله ديال لاكت راه نفسيا كاين عندها واحد التغيير، ملي تدير هذيك الحركه كاين نفسيا عنده واحد التاثير على الجانب النفسي. والنقطه الثالثه، لا قدر الله كان هناك ما تفهموش الناس، ما تفهمناش، هادشي اللي كاين. دونك تنذكر بان جيهان لبيب هي كوتش، هي مديره معهد كوتشين لاب اكاديمي. تنعاود نقول للناس اللي عندهم اسئله فيما يخص هذا الجانب هذا، ما تردوش انكم تلتحقوا بالصفحه ديالها ديال جيهان لبيب على الانستغرام ولا كذلك على الفيسبوك. عندها دي ميساج زوينين، تدير دي لايف تا هما زوينين، عندها رسائل اللي هما زوينين. وحنا الحمد لله يعني عندنا هذه الفرصه اننا تنتلاقاو معها، تلاقينا بزاف المرات، تلاقينا لمده ديال اسابيع تقريبا من رمضان، ولكن غيكون التغيير ياك على الجيهان. تماما تبارك الله عليك. الو على بركه الله. دونك اليوم كنذكر علاش تكلمنا، انا لا فيغيتي ما عمرني تكلمت على هذا الموضوع، اول مره غادي نطرق ليه هكا في ان لايف، لانه في لو لايف في لو كوتشين دو في او لا في الكوتشين ديال الحياه اللي هو البرنامج اللي نقولوا فار ديال المعهد ديالنا، كنطرقوا لهذا الموضوع في نطاق التكوين. الوغ علاش اليوم تكلمنا عليه؟ لانه عندنا الناس اللي تبعونا في الثلاث اللي فات، انا تكلمنا على مشروع حياتي وجاونا اسئله كثار، واش يمكن لي نعتبر الزواج كمشروع حياتي، يعني حياتي كلها غادي نبنيها على الزواج. لذلك اتفقنا انا والدكتور نبي ان نتكلموا عليه. الوغ الزواج كما قلتي كاين يعني قبل واثناء الزواج. الاول حاجه هي كيفاش انا الرؤيه ديالي، يعني علاقتي مع ذاك الزواج. بزاف ديال يعني بزاف ديال ما غاديش نعمم، ولكن غادي نقولوا بالنسبه للناس اللي ملي كتكون عندها بحال الحلم ديال البرنسيس، حلم ديال الاميره، انها غادي تزوج وكتسنى ذاك الفارس الاحلام فوق واحد الفرس غادي يجي، وبحال لي ديسان انيمي داكشي ديال القصص ديال الصغار. اللي هو الزواج هو بحال، علاش قلنا له مشروع؟ لانه كيخصو مراحل، كيخصو الاستعداد، ماشي غير العرس، ماشي غير الحفله، ولكن كرؤيه، كعلاقه، علاقتي مع الاخر. الوغ ديجا كنشوف انايا غير مع راسي، الانسان مع راسو كيكون عنده تساؤلات، كيكون عنده نهار ناشط نهار ما رشتاش ليه. كنجيو كنكون بغيت لراجلي يتزوج ليا، نقول مثلا بالنسبه لبعض النساء بغيتو يبغيني، بغيتو يكون زوين، بغيتو يدرني انا لو سونتر دو موند ديالو، يتهلا فيا، بزاف ديال الامور. حتى هو كذلك، حتى الرجل حتى هو بغيت المراه اللي تقدرني، اللي تعتبرني انا هو كلشي، اللي هادشي ديما بحال كنقول لا بروجيكسيون دي زاتون we expect a lot from others. يعني كنتسناو من الاخر بزاف ديال الامور، اللي بزاف ملي كنجيو مثلا كنهضروا مع الناس ما كتكونش عندهم، ما كتكون كل شي حاجه كتكون خاصه، تقول لك بغيت شي حد اللي يكملني. صعيب، هذه راه ميسيون امبوسيبل. لا دابا قريت واحد الميساج، قريت واحد الميساج هو انه واحد السيده قالت لك، دابا هذه غنقولها لان ربما دخلها في النقاش ديالك انا في الاول، انني ما غاديش نقاطعك. فقالت بان انا كنصدعاه، ما تاكلش هادي ما تاكلش هادي، ملي تيقول لي ملي يقول لي علاش تنقول ليه قالها نبي العياشي. دابا الا بغيت شي حاجه تنقولها لي تيقول ليها قولي نبي العياشي يديرها لك. وعيط عليه، قول له جيب حبابي يسمعنا دابا. نتمنى يكون هادشي غير ضحك ماشي بصح. اسمعنا الوغ، مزيان تري بون اكزومبل. لذلك هو العلاقه، يعني الزواج هو سي ان كونطرا، هو سي بحال هذاك المشروع اللي فيه جوج ديال الناس، فيه واحد السيده وواحد السيد اللي غيدخلوا لهذاك المشروع وغادي يديروا غيبنيو شي حاجه مجموعين.
كيجي كيجي مثلا واحد الطرف واحد بثقافته بتكوينته الشخصية بتكوينته البينية بالمجتمع ديالو بعلاقته مع والديه علاقته مع الإخوة ديالو، وكتجي السيدة كذلك. ألوغ هنايا فاش كيبداو الصعوبات، ما تحد ما كيتعلم كيفاش نتزوجوا، ما كان عارف تحد ما كيتعلم، مازال ما كاينينش المدارس باش كنتعلموا هذاك الشيء. لذلك كنجيو كندوز tu penses que خاصنا نديروا هاد النقط هادي ديال ان دروس ديال قبل الزواج؟ غادي نرجع ليها لان كاينه في دول اخرى. تري بيان تري بيان، لان كاينه في دول اخرى. كنجيو وكنجيو بانيين واحد الافكار، بانيين داك دي شاتو قصور، راه كيدير ليا ملي غادي سونتيمون سورتو بارفوا تيكونوا مشاعر اكثر من افكار. تنفكروا مشاعر ديالنا بارفوا، احلام وكنحلم انا غادي نتزوج وغادي نولي حره وغادي نولي ندير وغادي نولي نادا، وهو حتى هويا غادي كي غادي تهلا فيا بحال ماما وغادير لي الشهيوات وهذا وهذا وهذا، بزاف ديال الامور. دونك كيكونوا عندي مشاعر وكيكون عندي افكار وكيكون عندي انتظارات اللي هنايا. ملي كيجيو كنتلاقاو مع دونك السيده والسيد الزوجه والزوج، كيتلاقاو كيتسنى منها تقرا ليه دير له تيليشارجمون ديال الافكار ديال لا كارت ميموار ديالو، وحتى هي كذلك. راه غادي راه كيفهمني، وهادشي راه بديهي، هادشي راه واضح، واضح في عائلتك، واضح في البيئه ديالك، ماشي معاه. راه كنا راه تلاقينا ولا كنا كنتعرفوا ولا ماشي بالضروره. راه الانسان مع راسو كيما قلنا ما كيكونش واضح. كشي علاش هنا بزاف دايوغ في هاد البلدان الاخرى، ما بين الدروس اللي كيكونوا تكوينيه هو التواصل. كيما قلنا هنا التواصل بزاف كتكون عندي غير فكره انايا مع راساتي، غير باش نخرجها من هنايا كيفاش غنعبر عليها، كنفقد 30% من المعنى ديالها. هاد غير انا مع راساتي، ناهيك على الانسان الاخر اللي قدامي اللي جاي من واحد البيئه اخرى، من واحد الثقافه واحده اخرى، واللي يمكن عنده واحد الكلمه حشومه، ويمكن اللي عنده واحد الطريقه باش كاينين بعض الناس اللي في ثقافتهم مثلا ولا بدا العشاء كل نهار، العشاء جديد يعني ما تعطيلوش الشريط ديال الغدا. في داك الاول ديال زي ما نقولوا داك الديماغاج الاولاني كاينو تصداع على هاد القضيه، واه خلاص واه داكشي اللي شاط من الغدا غادي تسخنو. ملي كتجي كتسول كيقول لك لا هذا عدم احترام، واش انا غتعطيني الشريط؟ كنعطي امثله ديالنا ديال مجتمعنا. اكيد علاش راه داكشي غيضيع غادي يتلاح؟ لا غنسخنو. بعض الامور هادو اللي كيكتشفها الانسان في الطريق. او قبل الزواج وشنو كيوقع؟ كيكون الانسان دونك ديك الايامات ديال هادشي راه في علم النفس، راه في لا سيدوكسيون يعني في الاعجاب. كتكون بغينا يعني بالشعوري بلا شعوري كتخرج منها غير الحاجات الزوينه، والحاجات الخايبه ايام الباكور كيسميو مازال حس بعيام الباكور، كتبدا ديك 70 ابخي لو مارياج، دابا هادي غير اختطافات. شنو كيتسمى هادشي اللي زوين؟ انه راه هادشي حتى في علم النفس يعني كيدرس، لانه في توت غولاسيون ملي كنكونوا في هذيك في داك الاول يعني ما كنحسوش باننا كدوز على بالنا بعض الامور وما كنشوفوهاش. يعني كتبان لك مثلا راه ما كيتصرفش بواحد الطريقه ولا كيتعصب ولا، ولكن ما كتبانش. يعني الانسان بحال هذيك لا كارت ميموار اللي عندنا ما كتقبضهاش. نعم هنايا باش كنقولوا لانه الانسان كيكون ملهف انه باغي يتزوج وملهف باغي يرتبط، لذلك واحد باش هذا المشروع هذا ينجح اول حاجه داكشي علاش الا تبعتوا معنا من الاول هي علاقتي مع الذات ديالي انا بعدا مع راساتي اش كيفاش داير، شنو هما الحوايج اللي كنبغي، شنو هما الحوايج اللي كيقلقوني انا مع راسي، شنو الحوايج اللي كيعجبوني. ومن بعد الخطوه الثانيه هي شنو كننتظر من الاخر، يكون داكشي واضح شنو كنتظر من هاد السيده اولا من هاد السيد اللي بغيت نرتبط به. واش كنتظر منه مثلا الاحترام؟ واش كنتظر منه يكون كيصلي؟ واش كنتظر منه ما يخرجش بالليل؟ شنو كنتظر؟ شنو هما ديك 3 حتى 5 ديال الامور؟ غير انا كنقول غير 3 حتى 5 باش نكون واقعي. ما باقي الله يسامح كل انسان حر، وراه الزواج راه ماشي هو غادي تقبض انسان وغادي ديرو طويه في قفص، بالعكس بيان سور بيان راه سميتو
من غير يعني ما بغيتش ندخل لو كوتي ديال الدين ولا كوتي ديال يجوز او لا يجوز. انا كنعتبر انه باننا في ثقافتنا يعني احتراما لثقافتنا وعاداتنا والدين ديالنا، لانه بعض الامور اللي هي مثلا غير بديهيه، يعني مثلا الزوجه هي راه في الدار معاك وما غاتخرجش وكل شيء، ولكن مثلا بغات تشوف واحد البرنامج غادي تشوف هذاك، عندها واحد الوقت ديالها، ماشي حيت حنا مجوجين كيولي ديك لا سامبيوز، راه ماشي بيبي بحال البيبي اللي مع لا مامون ديالو، الا ما كانش معاه ما غاديش يقدر ياكل ولا ينعس ولا يشرب. لا راه دي زادولت، راه ناس كبار، يعني كل واحد واخا عندكم برنامج مشترك، ولكن مهم انه يكون الانسان عنده القدر ديالو بوحده، شي حاجه كيديرها بوحده، شي حاجه كيديرها بجوج، شي حاجه كيديرها مع الاطفال. هذا الخلط كيكون بزاف، انه كتكون 7 ايام جوستمون ديال المشمار، كيكون احد لامور، واحد لامور اللي هو التونسو ما خصوش يكون سامبيوتيك، يعني ما يكونش بحال الحب ديال الام بالرضيع ديالها، خصو يكون الحب ديال الناس عاقلين مزيانين كيتصنت الاخر ما يقجرش عليه، يخليه المساحه ديالو. ممكن تفسري لنا شي شويه هذه النقطه هذه، لان تنظن اهم نقطه في عند الزوجين، يعني يكون حب ولكن ماشي حب ديال الام للرضيع ديالها، حب ديال جوج الاشخاص عفوا اللي هما ادولت، يعني ناس كبار. بحال دابا كنسمع حتى من الرجال ماشي من العائلات، يعني بعض الرجال مثلا كيقول لك انايا بغيت الزوجه ديالي هي كل شيء، انا ما عنديش صحابي بزاف، ما عنديش، انا بيتوتي كنبغي نجلس في الدار، كنبغي كل شيء العالم ديالي يكون في الدار، دونك كيمشي يخدم وكيجي ما كيخرجش من الدار، داير كيلعب، عنده لا بلاي، عنده كيتفرج في الكره، كل شيء كيديرو في الدار، هو كل شيء بغى يديرو ادو، ما مستوعبش بانه راه الزوجه ديالو بغات واحد الوقيته ديالها الدار تكون هب بوحدها، ما بغات لا تهدر لا تفرج لا تهز دراري لا حتى شي حاجه، هو مازال ما بغاش يستوعبها، كيقول لك زعما لا الحب ديالنا خص كل شيء نكونوا جوج. هنايا شنو كنقول لك؟ كنقول لك هذاك احتياج ديالك انت خاص، راه انت شخصيتك ماشي هي شخصيه الزوجه، الزوجه محتاجه باش تغيسبيري، الفو غيسبيري، واخا تعطيها غير سويعه في النهار تمشي تجلسها غير مع راساتها قدام المرايه كدهن كتصاوب كدير كتهدا بوحدها مع راساتها. هادو احتياجات ديال الناس لي زادولت، اساسي هذا التكوين النفسي، الواحد يبدا يرد البال يميز، راه بعض المرات كتمعني ليه، بعض المرات كتقدرش، او لا هو كذلك حتى الزوج، كاين حتى الراجل اللي ما كيبغيش كيبغي واحد ليسباس فين يتنفس، كيبغي فين يتنفس. كاين بعض الرجال مثلا غادي يقول لك غيخرج غيمشي للقهوه غادي يمشي مع صحابه، بس كي خصو داك الوقيته بوحده. دونك هنايا مزيان انه الطرفين كلا الطرفين يحدد الاحتياج ديالو الشخصي، ماشي ضروري كتات، يعني ماشي ضروري يكون داك وانت درتي علاش انا قلتي لي ما ديرهاش وانت تديرها. ماشي مثلا غنهضروا ما عرفتش، غناخذ ان اكزامبل مثلا على التليفون، مثلا الزوج يقول للزوجه حطي التليفون، راه يمكن هو تيديرونجا من ان الزوجه تهز التليفون، ولكن هي ما تديرونجاش حيت الزوج ديالها تهز التليفون، يعني كاين الامور اللي غادي طرف ما غيديرونجوش طرف اخر، وكاين وفي نفس الوقت يعني ماشي ضروري داك الشيء اللي قلت لك تقول لي. دونك الا فهمت كلامك جيان باش نلخص هاد المرحله الاولى، هو اننا ما خصناش نديرو كيف ما قلتي، يعني ان الام تتبغي الولد ديالها صحيح، ولكن هي اللي تتسيرو، يعني فبالنسبه للزوج والزوجه ما خصش الزوج او لا الزوجه هو اللي يسير الاخر، يعني ربما يكون عندنا نقاط ديال التشارك، نقاط ديال التفاهم، نقاط اللي غادي نهضروا فيها، ولكن ماشي غنسيرك كيف ما بغيت انا وغتسيرني كيف ما بغيتي انت، لان هذاك نقطه الفراغ ربما هي ديك الصفاره باش تنفس هذيك لا كوكوتر، باش تنفس هذيك العلاقه الزوجيه، هو داك الشيء ديال هذا. انا غير جيان بغيت نشير انتباه ديالك لواحد الحاجه. جوسكا ماتنا بدينا اللايف تقريبا هذه واحد 20 مينوت ولا شويه اكثر، لحد الان ما كاين ولو رساله ايجابيه بالنسبه للزواج. الناس اللي هادشي اللي قالوا لنا كل شيء اللي تيهضر على الزواج تيهضر رساله سلبيه، لحد الان ما كاينش شي واحد كتب رساله ايجابيه على الزواج، لدرجه ان اللي تيقول لك مثلا
الاول عسل ومن بعد بصل. كاين اللي قال لك بان بنته مثلا السيده قالت لك بنتها في عمرها 27 عام تيلمون ما تتسمع على الزواج وكما بقاتش باغيه تزوج ترفض. كاين اللي قال لك بان الافلام التركيه هما اللي خرجوا على العلاقه الزوجيه في المغرب. كاين اللي من بعد كاين اللي قال لك الزواج هو عين شافت هو عين ما شافت. يعني لحد الان حاولت نقرا جميع الرسائل، ربما تكون زهقت لي شي رساله الله اعلم، ولكن لحد الان ما كاينش شي واحد قال لنا بانه الزواج منين تزوج راه عجبو الحال، ومنين تزوج راه ولا مزيان، ومنين تزوج علاش اجيان يعني؟ علاش يعني علاش نسولوهم مزيان مزيان نسولوهم ويقولوا لنا علاش. عرفتي دابا ملي تيكون الشباب تيسمعوا هاد لي ميساج هكا، ملي تنقول الشباب مقبلين على الزواج ما غنقولوش حنا، ملي تيكونوا المقبلين على الزواج تيقراو هاد لي ميساج راه النفسيه ديالهم هما اصلا واخا يكون هو ايجابي غيولي يعيش هذيك التجربه باش واحد النهار يقول نفس الهضره. مزيان مزيان نبيل، انايا غادي نحل واحد لا غراند بارونتيز ونقول لهم الناس اللي عندهم شي مشاكل في الكوبل يشوفوا مع لا سبيسياليست في المغرب اللي هي ماريا بشرى. جو في ان كوب الماريا اللي اكثر من 10 سنين في المغرب، وهي سي لا كوتش ديال لي كوبل ديال المتزوجين، والحمد لله الناس اللي كتمشي عندها دونك تتعاود من جديد تحيي الكوبل ديالها. دونك فريمون الا كان شي متخصصه عندنا راه هي ماريا بشرى، يمكن لكم. وراه غدا جوستومون غدا غدير واحد لو لايف، لانها بدات دي لايف سبيسيال كوبل، تقدروا هذا تتبعوا معها على ماريا بشرى انستغرام في ماريا بشرى. الوغ اليوم الناس اللي متبعينا غادي نسولهم شنو هي مسؤوليتهم في هذا الشيء اللي كيوصفوا، شنو الا مثلا 10 سنين ديال الزواج 20 عام ديال الزواج وانا عايش وكيبان لي غير الحاجات الخايبين، ونكونوا دابا صريحين انه ما عارفينش حنايا شكون هما الناس اللي مورا هاد السميات. فكر مع راسك ولا مع فكري مع راسك شنو هي الحاجه الزوينه اللي عشتي فهاد، لانه لا تنسوا الفضل بينكم في الايه القرانيه. تقول لك دابا بحال دابا الميساج اللي كاين تيقول لك الزواج خصك دير عين شافت عين ما شافت. عين شافت وعين شنو شافت وشنو اللي ما شافتش؟ شتي نبيل دابا ملي كتقولي عين شافت اشنو شافت؟ واش شافت العيب اللي فيا انا ولا شافت فيك تما؟ واش كاين مثلا علاقه زوجيه بهاد النقطه هذه، يعني بهذا الجانب هذا ديال انني مثلا بانت لي واحد النقطه اللي هي سلبيه، واش نغمض عيني وندوزها حتى تيبقى داك الشيء تتجمع اليوم غدا بعد غدا بعد غدا بعد غدا، او لا نهضر عليها، او لا افيكتيفمون ندير عين شافت عين ما شافتش ندوزها وما نهضرش عليها مره. هذا سؤال. الاخر تيقول لك هو الجانب المادي عند الازواج واش خاصو يتهضر عليه؟ واش خاصنا نجلسوا ونهضروا على الجانب المادي؟ ها شنو عليك؟ ندير شنو ما خصنيش ندير؟ كاين سؤال اخر تيقول لك اودي واش تقدر الافلام بون التركيه واش بصح تقدر تاثر على الفكره ديال الزواج عندنا؟ وكاين سؤال اخر تيقول لك بانه واش تقدر يكون الزواج هو فرصه كسوا للرجل او للمراه باش يخوي الدار او باش يبعد من لا بريسيون اللي تكون عنده في دارو من طرف الوالدين مثلا الى اخره. كيقول لك مثلا بغى يخوي الدار دونك ما يمكنش يمشي يكري بوحدو، ما غيخليهوش يمشي بوحدو، دونك تلقى هذيك الزواج مثلا هو فرصه باش انه يمشي، ولكن ما تيفكرش في هذاك الشخص اللي كاين قدامه. دونك هذه كل الاسئله اللي جات اللي بانت، الا تقدري تجاوبينا عليها يعني بعجاله باش ما ناخذش وقت كثير. لا بيان سور غنجاوب تدريجيا. الا عرفنا راسنا علاش غنتزوجوا، ها انت مثلا انا هارب من دارنا، يعني غادي نغمض عينيا على بزاف ديال الامور وغادي نمشي نتزوج، ماشي بحال لا عرفت راسي علاش باغي نتزوج. لانه ملي كنشوفوا علاش الناس كتطلق، لانها كنلقاوها ما تزوجاتش بوغ لي بون غيزون، تزوجات باش تهرب من الدار، تزوجات باش تسمى انها تزوجات وتهرب من لا بريسيون سوسيال، يعني من الناس قال تزوجات. شنو هما هاد لي بون غيزون؟ لي بون غيزون هما الو الاساسيات، بعدها شنو هي بحالاش؟ السكينه ولتسكنوا اليهم. راه الزواج شنو هو؟ راه سي اون انستيتيوسيون سوسيال اللي تقول لك تكمل الدين ديالك، كتلقى رفيقة درب او رفيق الدرب ان كومبانيون.
راه كتكون بكم رحمة ومودة، ماشي لطاك، ماشي الدباز، رحمة مودة، راه كترأف ترأف إليه ويرأف إليك. يعني إلا بغى يغمض عينيه ويحط واحد راسه، ولا تغمض عينيها وتحط راسها، راه كتلقى هاد كاينين لي كوبل، كاين هاد الناس، كاينين هاد لي كوبل. دابا الاغلبيه غادي يقول لك اجيان هذا الشيء راه كاين في الاول، راه تهضرنا على ديك السبع ايام ديال الباكور، راه كاين هذا الشيء، راه تندوز واحد ثلاث شهور ولا اربع شهور ولا عام على حساب لا ديوغي ديال كل كوب. ولكن ملي تفوت واحد العامين ثلاث سنين مثلا، او لا ملي تيجيو الدراري، او لا او 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 تيولي المشكل. دونك كيفاش نطولوا في هذه المساله هذه؟ كيفاش هذيك السبع ايام ديال الباكور تولي 70 عام؟ كيفاش ملي تنجيو تنسولو هادو اللي بقاو مثلا 40 عام وما مجوجين، ولا 50 عام ما مجوجين، تيقول لك الصبر، تيقول لك الصبر. الصبر ولا كيقول لك لا، كي سميتو كتقول لك هذاك يا دو تري بيل زيستوار، الحمد لله كاين قصص لي زوينه. ملي كتجي تيكونوا قلال، عقد تيكونوا قلال. دابا اللي تتهضر معاه، دابا اللي تتهضر معاه على وداكشي الزواج، علاش حنايا دابا كنعاودو نخدمو كنعاودو نديرو هاد ولكن هاد الزواج يخلي دابا فاش يسمع مثلا واحد، تيسمع دابا تخيل معايا واحد مثلا اوكي باغي يدخل يتزوج، باغي يسمع الزواج صبر، الزواج في الاول عسل ومن بعد بصل، الزواج خاصك دير عين شافت عين ما شافت، الزواج خاصك دير الزواج بطبيعه الحال ما غيزهمش، راه ما غيزيدش لقدام، راه غيقول حبس بلاتي. وانت دونك تمشي علاش علاش هذا هو الدور ديالنا، بغينا حتى حنايا نبينوا واحد الواجهه واحده اخرى للعلاقه الزوجيه ولا مشروع الزواج. يعني شنو تنقولوا مشروع الزواج؟ انها كدي كتوضح بعدا الامور مزيان. علاش كنقولوا كاين تنديروا شويه ديال البسيكولوجي وكنديروا التنميه الذاتيه، وغنرجع للمثال اللي كاينين بعض الدول اللي كيديروا واحد لي فورماسيون، واحد التكوين، وحتى كيكملوا اون سيري ديال مثلا خصهم يحضروا لواحد 10 ساعات ديال التكوين، عاد كيعطيوهم ديك الوريقه كيديوها للعادل. سي بو، شنو فيهم هذاك التكوين؟ هاد التكوينات ما حضرت ليهم ودرتهم. فيها التواصل، هاد الطريقه ديال اشنا هي راه كيفاش نتواصلوا بايجابيه، كيفاش نطلب شي حاجه، حيت بزاف المرات ما كنطلبش، صافي كنتزوجو كنديرو العرس وكنفرحو داكشي وصلنا. واش كيديرو بنادم؟ كيولي وي تيك ثينكس فور غرانتيد، يعني صافي حاجه مضمونه، راجلي ديالي ولا مراتي ديالي، ما نبقى نتقاد ليها، ما نبقى نتقاد ليه، ما بقاتش شي حاجه، ما كنبقاوش في ديك لا سيدوكسيون ديال الاول. كتولي كتلقى بنادم مدربل كيغلط، علاش ناس كتغلط مورا الزواج؟ ما بقاوش كي هذا في الحويجات، في الكلمات، الكلمه الطيبه، داك لي مود هذا دو سيدوكسيون ما كيبقاوش، كيولي واحد الاهمال. ما كنساو كنسا كي الانسان كينسى، كتقول كيدوز عام، كيدوز عامين تما، وكحل فيلم تركي كتشوف الزين وكيشوف الزين وكيشوف وي، هنا كيبدا واحد التناقضات. كل ابقى كيقول لك تبدلات عليا المراه، كيجيو الدراري، كيجيو بعدا يفو سافوار كل بلا المراه مع الدراري كتكون داك لي ديبريسيون بوست ناتال، كيجي واحد الحاله ديال الاكتئاب مورا الولاده. قلي بزاف ديال النساء وبزاف ديال لي ديفورس كيكونوا مورا لي ديبريسيون بوست ناتال، هي راه في اكتئاب وما عايقاش براسها راه في اكتئاب. وهادو ناس اللي عايشينهم زعما قاريين وواعيين، ولكن ما كيفطنوش، لانه الانسان صافي كيدخل ديك المعمعه وما كيبقاش عايق راسه وكيعيا الله ملي كيتزادوا الدراري كيولي كيقلل النعاس، دونك الاعصاب كتولي متوتره، كتولي لو كوبل ما كيبقاش لاقي راسو، كيتنسى مع الدراري ومع الاولويات. دونك هادو مجموعه ديال الامور اللي كتخلي وواحد الصبر ما بقاش، داك الصبر ديال الصبر شنو هو الصبر؟ باش غير نرأف بالآخر، ولا تحت المرأة تايك خدامة وكلات كتعصب، ما بقاش داك الطاقة الاستيعابية فاش تهدر مع السيد ومع باش يتواجدوا. دونك هادو أمور اللي في السوسيولوجي، يعني في علم الاجتماع، اللي ظهرت أنها من أسباب الطلاق. هادو أمور اللي كاينة دابا اليوم، شنو غادي نقرروا نديرو في هاد الزواج؟ لانه شي واحد اللي عايش معاه، واش بغيتي نكمل معاه في سلام
وفي امان او لا غادي نكملوا في الحرب. هذا هو التساؤل اللي تنسول انا الناس اللي متبعانا دابا، شنو هي مسؤوليتي في هذا الزواج هذا اللي انا عايشه فيه؟ شنو هما الحوايج الزوينين اللي فيا واللي خايبين اللي فيا انا بعدا عاد اللي في السيد ولا السيده اللي معايا؟ وشنو كنتظر منه؟ شنو بغيتو يدير؟ دونك هادشي اللي بغيتو يدير خصني نوضحو ونقولها ليه، نقولها ليه بواحد الطريقه زوينه. هنا تنزيدو لاغدو لا كومونيكاسيون، كنزيدو فن التواصل. الفلوس تا هذا موديول كيتقر، الفلوس كيتهضر عليهم خاصة إلا كانت السيدة خدامة. تنهضرو على الفلوس، هادو من التابوهات اللي ما تيتكلموش عليها واللي كيجبدوا الصداع وكيديو الطاق. دونك هذا لارجون مهمة انها تهضر عليها من الاول وتواكب تطور ديال الزوجين، لانه كيتطوروا. يقدروا يمكن ما كانش خدامه في الاول وخدمات في الثاني، كانت خدامه وجلسات. دونك هادشي، اولا مثلا المراه خدمات ولات اكثر من الراجل، كتشد اكثر من الراجل، هادشي يتهضر عليه بواحد الطريقه اللي ديما كتكون ايجابيه. ما بين الامور عاوتاني الحساسه هو انه ملي كتكون ما كاينش التكافؤ الاجتماعي، واحد اكثر من الاخر، كيفاش كيحس الاخر؟ هنا كيكونوا هنا نردوا البال، لانه الانسان جاي معاه لي فاليز ديالو. لي فاليز هما العقد العقيقات لينو جايبو معاه من تربيته، من علاقته مع امو وباه، من علاقته مع خوته، من علاقته مع هذا. هنا باش مزيانه لا تيرابي، هنا باش مزيان اللي عنده بال لي راسو فيه شي مشكل يمشي عند لو كوتش اللي قلنا ديال الكوبل، ولا يمشي عند ام سيكوثيرابيست يحل هذوك العقيقات مع راسته بعدا، لانه جابهم هو وحطهم في هذاك الكوبل، وكيخرب هذيك العائله وكيخرب هذاك الكوبل. لا ما دارت لياش، لا ما تعاملتش معايا، واش هي ماماك ولا واش هو باك؟ راه مختلفين. va régler بعدا تي زاتونت نتايا فيزافي دو لا فام، فيزافي دو لوم، باسكو تو بروجيت تدير عليها. راه بزاف يقول لك اه ماشي بحال امي ولا ماشي بحال با. اي راه ماشي امك ماشي باك، راه هذا اولا تيقارن اولا كاين اللي تيقارن. جي اسمح لي، كاين اللي تيقارن مثلا المراه تتقارن راجل اختها مثلا مع راجلها، ولا الراجل غيقارن مرته مثلا، ولا اختو مثلا مع مرته، ولا خوها مع راجلها. خويا تيدير لمرتو طن طن طن، راجل اختي تيدير، اختي تدير لراجلها، مرت خويا تدير. دونك هنا هاد المقارنات ربما حتى هما بعض الاحيان تيقدروا ياثروا بشكل سلبي على الحياه الزوجيه. لا جيان تيهرسوا، لانه اشنو عاوتاني كيولي ايوا هي دابا انايا ما راضيش بيا او لا ما راضيش بيا. سورتو بالنسبه لكل واحد شخصيته. بعض الحالات مثلا ديال كاين مثلا اللي ماشي تقدري مثلا تهضر معاه باش تحفزيه ولا باش تحفزها، ولكن يقدر ياخذ الانسان بحال نقصتي منه. اكيد مثلا بحال دابا الراجل يرد البال، لانه ولا حس براسو تنقص. سا توش سا فيغيليتي، اي سي سا توش لا فيغيليتي سا توش لا سيكسواليتي، اي سي لو كوبل تقاصدو لا سيكسواليتي سي ان كوبل كي ريف دو سو ديتروير. دونك هادو امور اللي هما حساسه وكتبدا كتخلط بعضياتها، وكنوليو كنقولوا الزواج ما فيه شيء. دونك راه شويه بشويه بحال راه العلاقه الزوجيه ولا في كوبل كتبنى بشويه بشويه، بحال اللي عندي شي طرز فريمون كنطرز فيه بشويه بشويه، وما نقولش راه ساليت، لا شي حاجه ما كتسال، حيت ما عرفناش شنو كيشوف بنادم على برا، وما عرفناش اش كيشوف في المسلسلات، وما عرفناش اش كيشوف في الخدمه. تري بيان، ما نحن الا بشر. وي سيدي، دونك هنا قلنا قبل الزواج قلنا تكون لا كوميونيكاسيون، هذه النقطه الاولى. ندخلوا للزواج على اساس مثلا ان واحد التكافل، ان غيكون واحد الجانب روحاني، انني غنرتاح لهذاك الشخص وهذاك الشخص غادي يرتاح ليا، انني نهضر على اي حاجه، داك الشيء اللي جبت معايا نهضر عليه، وداك الشيء جاب الاخر معاه حتى هو نسمع له. انا نحطو لو بلان من ديبار، انا راه شنو تيعجبني، انا راه شنو ما تيعجبنيش، والاخر نفس الشيء. ما نحاولش ندير بليزير للاخر، نحاول نهضر في الواقع اللي كاين وفي الواقع اللي. دونك هذا قبل الزواج. في الزواج قلنا بانه ما نقارنوش مع الناس الاخرين، مزيان نهضروا على الجانب المادي، الا كانت الزوجه خدامه ولا كان الزوج خدام.
نعطيو لاخر واحد لا مارش ديالو فين يلعب كما تنقولوا، نعطيو فين انه يولي ليبر، فين انه يبقى ديال راسو، فين انه يبقى تيدير داكشي اللي باغي هو. دابا كاين واحد النقطه اخرى كذلك اللي هي مهمه، هي ان تيجي مثلا سورتو في البدايه ديال الزواج، وربما ما عرفتش مي ربما النساء اكثر من الرجال في هذه النقطه هذه، هي المساله ديال داكشي اللي تيوقع في الدار تنعاودوه على برا من الدار. يعني مثلا سي نورمال، لان نهضروا على واحد البنت تزوجات ولا واحد الدري تزوج، بطبيعه الحال كاين هكا وهكا، ربما الام الو قال لك راجلك، الو شنو طيبات لك مرتك، الو شنو درتي اليوم، الو شنو داروا لك اليوم، الو. وهنا ربما فاش يبقى واحد المشكل تيكون صغير تيقدر ربما انه يكبر، لان ما تنشوفوش من نفس الشرجم كما تقولي جيهان دائما. كيفاش ان هاد الى اي درجه يقدر ياثر هاد لو بارتاج ديال لو سكري ديال هذاك، هو تنعرفوه في الدين، في الدين حرام عندنا باش انه نخرجوا داكشي اللي في البيت الزوجيه على برا من البيت الزوجي. الام ديالك راه ما خصهاش تعرف اشنو تيوقع ما بين الزوج، فما بالك انك تعاودي لصحاباتك، وما بالك انك تعاودي ربما الناس اللي معك في الخدمه. هاد النقطه تقدر تاثر على الحياه الزوجيه جيهان. طبعا طبعا الاسرار بحال قلتي عندك شركه وجلستي عندك لي سكري ديال المشاريع ديالك، الاسرار ديال المشاريع اللي عندك ديتيهم الناس، الجيران اللي حداك، الشركه الاخرى اللي حداك، ولا الكليان اللي كتعامل معاهم. غادي تعاود لوالديك، والديك كيبغيوك وغادي يبقاو تبقى فيهم، وغيمشيو يتخاصموا معاه وغيعطيوك شي نصيحه وما ما صالحاش، غيعطوك اي واحد هضرتي معاه غيعطيك نصيحه من المنظور ديالو. علاش كنأكد انه الله يخليكم سيروا عند اخصائي، راه الاخصائي بعض الحصص كتنجيك وكتعتق لك واحد الحياه، واحد السنين وبزاف ديال المجهود، انه كيعاونك انك تبني واحد التفكير، واحد الطريقه ديال التواصل اللي هي بناءه وحكيمه وايجابيه. راه بزاف ديال لانه بزاف راه اي حاجه بعدا واحد القاعده اساسيه في الكون، راه اي حاجه وقعت لك عندك فيها مسؤوليه، على الاقل القليله المسؤوليه راه عندك فيها واحد 50%. يعني المختص كيعاونك 50% ديالك اسمعوا، حيت بعض المرات كنبغيو نكونوا داك، حيت المشكله شنو اللي كيكون لو سوفور، بغيت نعقد وبغيت نعاونو وبغيت نقد راجلي وبغيت نوصلو وبغيت نديرو، في الاخر غير دار تنسمعوا بحال هذا الشيء. ما طلبش منك شي حد سوفي، انت كل واحد كان عنده العقد البنود ديالو الا انك تقوم بالدور ديالك. تال ميم لو بيبي راه مطلوب منك انك تعطيه ملي كيغوت ملي كيجي الجوع، ما مطلوبش منك انك تعطيه اشاك فوق بغيتي انت ترضعيه. هذا راه قانون الحياه. لذلك ملي كنمشي عند هذاك المختص، هذاك الي نوتر، هذيك خدمته الي بيي بوغ سا، كتخلص لها داك الشيء، كيخدم معاك بواحد الطريقه عقلانيه وكيمشي معاك وكيعطيك الكلام اللي خصك تسمعيه وكتطور. اللي جا ما فهمتش المثال اللي عطيتي ديال المراه ديال الام مع 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 الرضاعه، حيت لا مامون كترضع لو بيبي ملي البيبي ملي كيكون صغير ملي كيجي الجوع، الوغ ملي كيجي الجوع كيغو يل ريكلام يل دوموند لو بيبا. هي دي مامون اللي كتقول لك لا خصني نوكلو، واخا مازال ما دار لا داز ساعتين ولا داز هذا خصو يرضع، الوغ كو لا حتى يطلب حتى يكون كل حاجه زعما هذا، الوغ كو زعما هاد لا غولاسيون سي ليكستريم ديال لا سامبيوز، سي ليكستريم ديال الترابط. نعم، ليكستريم ديال لو كوتي سوفور ديال لو نوريسيي، لو كوتي نوريسيي ديال هذا. ساعتها المثال بالام اللي كترضع، لانها اقصى حد العطاء. نعم، لذلك بعض المرات باردون الله يسمح لنا وي الله يسمح لنا من والدين. لذلك واحد النقطه اللي هي مهمه، الله يعطيكم الصحه، في اي علاقه حتى يطلب منكم شي واحد شي حاجه
ونشوف واش نقدر نعطيها ليه وكيفاش غادي نعطيها ليه. لانه سوفون كنولي كان لحيت مراتي ديالي ولا حيت راجلي ديالي غادي يدير داكشي غياكل داكشي اللي بغيت وغادي يهضر كيما بغيت وغادي لا 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 كل واحد مزيان بغى يدير ريجيم بغى يضحى خليه يمشي هو اللي يتبع الدكتور نبيل ماشي انا اللي غنتبعه نقول ليه قال دكتور نبيل خليه هو اللي يتبعه متفق معايا ولا لا خليه هو انا نعاود لي راه كاين واحد الدكتور نبيل تيشرح داك الشيء مزيان وهذا انا اقتنعت به انا عجبني الريجيم ديالو غادي نديرو واش انت نعم. كيفاش جاك وخليه هو يبغي يكتشفو ماشي لا قال دكتور نبيل هنايا شنو نقول لك وا وا انا اللي تشهيت حاجه اخرى هنا سي فريمون لا نوسيون ديال داك لو سوفور اي لو روبيل اللي غادي كتبان هنايا هنايا لا سوفور بيرسيكوتور دونك نتمنى نكون جاوبت على السؤال ديالك السؤال دونك باش نعاودو نرجعو ان الانسان مخ ان الزوج او الزوجه ما خاش يعاود او ما خاصهاش تعاود لطرف اخر لان يعني الطرف الاخر كل واحد من اش من جهه تيشوف كل واحد من منظور تيمكن له يشوف هذيك النقطه ولا يشوف هذاك المشكل يعني من خلال اننا نمشيو عند واحد الشخص اللي هو مختص في هذه النقطه هذه اللي ممكن انه يعني يعطينا واحد الاجابه اللي تتكون اجابه اللي هي تنقولوا نوتر محايده ما تيجي لا من هذا ولا من هذا الله اكبر دونك دونك جيهان عندنا الاداب في الوقت هذه المره دابا ها الرباط فينك دابا هو الرباط رجعت باريس ساليت الخدمه على سلامتك الله يسلمك الوغ هنا غنرجعوا دائما للكوميونيكاسيون ماشي ديال قبل الزواج الكوميونيكاسيون ديال اثناء الزواج ديال ما بعد ملي تنقول ما بعد الزواج يعني حنا باقيين مزوجين يعني ما بعد لوفيكاسيون يعني جينا لدار وحده هذيك الاسئله اللي درنا عليهم قبيله وهذاك الحوار اللي درنا عليه يعني قبل ما اننا ندخلوا الان اللي عطى الله عطاه الله يكمل الخير حنا في بيت وحده اشنو هي الامور اللي نقدروا نناقشوا وشنو هي الامور اللي ما خصناش نناقشوها مع بعضنا البعض لان تيقول لك ليس كل ما يعرف يقال واش هذه مساله تطابق بين الزوجين واش كاين مثلا انا مع مرتي ولا مره مع راجلها واش كاين شي امور اللي خصني نخليها لراسي مثلا اللي خصني لان بعض الاحيان تقدر تبارطاجي واحد لانفورماسيون ولكن الطريقه باش غادي تبارطاجيها او لا ربما الوقت اللي غادي تبارطاجي فيها هذيك لانفورماسيون ما تولي المشكل ماشي هو هذيك لانفورماسيون اللي جبتي ولا هذيك الفكره تولي المشكل هو هذيك الوقت اللي قلتي فيه هذيك الجمله ولا الوقت اللي قلتي فيه هذيك لانفورماسيون ولا الوقت اللي قلتي فيه مثلا تقدر جو سي با تقدر دابا بارفوا تنسمع الناس اللي تيجيو عندي مثلا تقدر مثلا الراجل داخل معصب مع الخدمه نهار كامل في الزنقه مع الدخله مع تقول لي راه قطعوا عنا الضو قلت لك سير خلص الضو خلصتيش راه تقطع هنا غيقدر يجيبها هو وانت مالكي ما تخلصيش كنتي تديري ياك انت تتخلصي انت خدامه وانا جيت من هذا وتنوليو في واحد المشكل اخر وتنوليو في واحد الامور اخرى اللي تتولي ما عندناش بها علاقه دونك شنو هي النقط وشنو هي طرق الحوار اسلوب الحوار شنو يمكننا نبارطاجيو واش كلشي تبارطاجا ما بين الكوبل او لا كل واحد تتبقى عنده واحد لا بواط سوكري ديالو واحد الـ واحد الـ لا دابا كاين تيقول لك هذه من البلاد ولكن هادشي راه كاين هادشي راه تنعيشوه هادشي راه واقع راه كاين اللي الدخلات تلوح لي اون فورماسيون ماشي باغمي شونستي راه ماشي باغمي شونستي ولكن تيلمو مسكينه محرقه تيلمو هذا على الدخله مثلا راه ولدك طاح راه ولدك هذا راه مثلا كاين اللي مسكين هكاك ما تيقدرش يدبر على الفورماسيون دونك جيان باش نختصر لك السؤال واش كاين كل واحد واخا في الزواج خاص تبقى عندنا لابواط نواغ ديالنا لابواط سوكري ديالنا او لا اون بارتاج تو غادي نسول راسي علاش انا محتاجه نبارطاجي كل شيء
لان بعض المرات هذه كل شيء شنو فيها، فيها معلومات على عائلتي، فيها معلومات على صحباتي، فيها معلومات على شي امور اللي كتخصني، اللي هو لاش ما ولا هي ما عندهاش واش غتزيدو ولا غتزيدها. دونك هذاك لو بوزوان، يعني الاحتياج انني نبارطاجي كل شيء، راه كنغدي شي حاجه عندي انا، شنو كنستافد ملي كنقول ليه كل شيء؟ بعض المرات شي امور اللي يقدر يتقلقوا، بعض المرات شي حاجه اللي مثلا الانسان سورتو اللي كان راسه منفوخ ما عندوش فين غيستوعب. طبيعه الرجل راه ماشي طبيعه المراه. الرجل ملي كتعود ليه مثلا، راه هو كيجي تيبغي يعطيك الحلول، لان هذه تكوينيه الرجل. المراه كتبغي تعاود، كتبغي دير ثيرابي ديالها، كتعاود كتحاجيها على سولاج كتفوج. دونك نحددوا الراجل عاوتاني راه ماشي هو بحال صاحبتي. شي امور اللي دردشه النساء نخليها ديال النساء. هذا كتكون من الحكمه، وكتكون من حتى من لا ماتوريتي، يعني من النضج والوعي ديال الانسان. لكل مقام مقال. يعني الا كان عندي واحد النوع ديال العلاقه مع الرجل ديالي وكنغدي هذيك العلاقه، غادي نعطيها جو في ميتر، يعني غادي ندير فيها كلام طيب وذو معنى وضحكات وواحد واحد المستوى اللي غادي يخلينا اننا نكونوا نزيدوا لقدام. ما الا جيت بحال شي حاجه غادي ندير بحال عندي باغا غادي نلح فيها كل شيء، راه ما تعطينيش شي حاجه مزيانه. انا هذه النصيحه هذه كنعطيها ليا مونتور ديالي، كان قال لي بارابور لهاد الاكسبكتيشن، يعني الانتظارات. فوالا، لان هادشي اللي كنقول لكم انا خدمت عليه انا بيد، يعني ما جبتش شي حاجه وغير من الكتوبه. اي هذا كنت كندير تمارين، الان بغيت راسي انا الراجل بغيت يكون ويكون. انا لا ليست كانت عندي شحال فيها في الاول، شي 50 ولا شي حاجه. حتى قلت لك ولات فيها ثلاثه، ملي ولات فيها ثلاثه جمعت في ماغي الحمد لله. بين قوسين، هو كما قلنا داك الليستة طويلة، ملي كتكتشف انه شي حاجة ناقصة فيك باغا نعاود ليه وباغا هذا، يعني انا باغا نفرغ شي حاجة. ملي كتخدم على راساتك وكتولي عندك اكتيفيتي، ان واحد السؤال واحد السيدة كتبته توتالا وقالت لك الا كان الراجل خارج والمرأة في الدار، والمرأة في الدار ولكن واش كندير في الدار؟ راه عندك وقت، يعني واش انا جالسه ما كندير حلا غير على التلفازه كنتفرج؟ لا، واش عندي وقت؟ واش كنقرا؟ واش كندير شي عمل يدوي؟ واش كنلهي راسي؟ ماشي كنتسناه هو يجي باش غادي نخوي عليه كاع هذاك الضيق اللي كان فيا ديال النهار. لا، هادي ماشي مزيان، هادي ماشي يعني مزيان. فوازير لو ميساج، يفو شوا خصنا نختارو الطريقه باش غنوصلوا هذاك الميساج، نختاروا الطريقه، يعني سواء بالنسبه للرجل او بالنسبه للزوجه. يعني ماشي على الدخله السلام باق الرقره هذه طن طن طن، طبيعه الحال تيخص يكون واحد شويه ديال. جاونا بزاف الاسئله جيان في يخص الجانب الديني. سون مونك سكي تري امبورطون انابيل سي كو اون شيرش سوفون ا كومبلي لو مونك tu as le besoin de parler de raconter et on va le transposer sur l'autre. هادي هذا هو لو دونجي، يعني تنبغيو ايوا انا ضقت بيا خصني نخوي انا هذا ما نخليهاش عندي، حتى تيولي هذاك الراجل بالنسبه لهذيك المراه ولا هذيك المراه بالنسبه لهذاك الراجل غير لي موفيز انفورماسيون. ارى اليوم في الخدمه دارو دا 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 دا. ارى البارح مي تا 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 تا. ارى البارح بنت اختي تا 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 تا. ارى اليوم جارتي تا 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 تا. دونك ما تيبقاش هذاك لو كوتي بوزيتيف، اي دونك هنا تيولي عندنا بيان سور بروبليم. الوغ جيهان سؤال قال لك بالنسبه هضرتي على الجانب المادي، الوغ سؤال قال لك واش سميتو على الجانب المادي، واش الا خدينا دو كوب اللي هما مزوجين واش خاصنا نفرقوا انت غتكلف بهادي وانت غتكلف بهادي، او لا نخليو الامور تجي دون مانيير سبونتاني، يعني مثلا اللي بغى يدير شي حاجه غادي يديرها. سا ديبون على كل كوبل، كل جوج كيفاش كيقرروا انهم يسيروا هذاك الشيء. ما يمكنناش نقولوا هاد لا فورمول هادي هي اللي غادي تمشى، ولكن نخليو هاد النقطه بلا ما نهضروا عليها. لا،
حتى الا بغينا انه كل واحد يسير من عنده خصها نتفقوا عليها، خاص هذيك علاقتنا للفلوس ولا علاقتنا للتواصل خصنا نهضروا عليها، نتفاهموا على كيفاش غادي نسيروا هذاك المدخول ديالنا. انت ما بغيتيش المرأة تصير، ولا انت بغيتي المرأة تصير، ولا خصنا نهضروا عليه، ما خصش يدوز مرور الكرام او لا تلخر شهر انايا كنجيب، لانه حتى حد ما غيدخل لك لا كارت ميموار وغيملك هذاك لو بروغرام لو دوسيي، الدوسيي ديال الفينانس ديال التمويل كيفاش داير عندك الا ما تكلمتيش عليه، ولا دونك خلينا ما تكلمناش عليه كتكون سوربريز. دونك غنرجعوا للحوار. فريمون ما نقولش لا راه هادي واضحه ولا هادي مفهومه، ولا عندك فريمون نهضروا على كل شيء. حيت بارفوا كاين جوج النقط اللي ما تتخليناش نوصلوا للحوار في جميع النقط، سواء قبل الزواج سواء بعد الزواج. يا اما هذه راه باينه بلا ما نقولها ليه ولا بلا ما نقولها ليها، الوغ كو هو بيتيتر في دارو راه كان عنده افكار اخرى كما قلتي لنا قبيله، بحال مثلا ديال العشاء مثلا، هو مولف تيخصو العشاء كل نهار جديد، الوغ هي مولفه في دارهم تتاكل العشاء مثلا داكشي اللي بقى من الغداء. اولا دونك شي مره ما تنهضروش باسكو الامور تتكون واضحه، اولا جيان شي مره ما تنهضروش باسكو تنخافوا من لا رياكسيون ديال لوتر. دونك اما حسن واش نهضروا نحطوا كارت سور طابل كما تنقولوا في جميع النقاط، اولا نخليو هذيك الحاجه مسدوده تيهضر فيها الاخر وتي اولا تيهضر فيها الاخر. الا ما حدنا كان تخوفوا، واش حنا عايشين مع السيده ولا مع السيد وغنخافوا نهضروا؟ نقول لا خفنا ما درناش شيء. دونك il faut être spontané, il faut discuter, il faut parler. هادو راه من الاساسيات، هادو راه الاساسيات، هادو راه كاينين بعض الامور اللي الانسان كيهضر عليهم كيهضر عليهم، لا راه في الدين ديالنا لا ما خصش الواحد يخجل منهم. ابخي راه بيان سور كتكون واحد الطريقه واحد كيفيه كيفاش غادي تماما كما قالت السيده، فن الحوار في هاد الامور كلها، الامور اللي كنبغي الامور اللي ما كنبغيش، هادو زعما بحال ديك الملحه ديك لي زانغريديون ديال جيان وقيلا بجاتك لا كونيكسيون. دونك نتسناو على ما ترجع معنا جيان. دونك كيف ما قلنا كاين هناك مجموعه ديال النقاط اللي ركزت على جيان. النقطه الاولى هي الحوار، دونك ركزت بزاف على لا كومونيكاسيون، على اننا كما تنقولوا نحطوا النقط على الحروف كارت سيغ طابل. اشنو خصنا نديرو، اشنو بغينا، اشنو خصنا نصايبو، اشنو خصنا نديرو. دونك على ما ترجع معنا جيان. دونك جيان كدات على الحوار قبل من الزواج والحوار من بعد الزواج، هضرنا كذلك على يعني ان الانسان يخرج اسرار ديال البيت خارج بيت الزوجيه، سواء الزوج سواء الزوجه سواء العائله سواء القراب ولا البعاد، لان بعض الاحيان ملي تتعاود طريقة باش عاودتي ماشي هي الطريقة اللي عشتي بها هذيك اللحظة، لأن الآخر اللي غيشوف غادي يشوف ربما واحد النقط اللي هي أنت ما كنتيش ماشي هي اللي عشتي. وركزنا كذلك على الجانب ديال أننا خاصنا كاين بعض الأمور اللي يمكننا نناقشوا فيها، كاين بعض الأمور اللي ما يمكنش نناقشوا فيها، وهضرنا كذلك على الجانب المادي اللي جي أنت تقولنا أن من الأحسن أننا نناقشوا. عطيت أن بوتي ريزومي لما ميرسي بارابور الله عليك par rapport à tout ce qu'on a vu. Alors, donc, je finis le hiwar, je finis le secret, je finis la tariqa de l'hdra, je finis les gens qui ne peuvent pas partager avec eux tout ce qui. Je finis bien que moi, avec moi, c'est comme ça que je peux laisser tout ce qui. Je finis bien que je ne suis pas juste un chouï, soit de l'autre côté, c'est ce que je veux dire par rapport à l'homme et à la femme. Je finis comment je finis bien que nous devons nous concentrer sur le côté matériel. Je finis bien que عائلتنا ولا صحابنا ماشي ضروري يعرفوا لي سوكري ديالنا حنايا. دابا الدراري يعني غادي نديروا الاولاد او لا بغينا نديرو الاولاد، واش تاهي خصنا نناقشوها؟ ملي تنقول تاهي خصنا نناقشوها يعني ماشي غير واش غنديرو الدراري ولا ما نديروهمش، حيت واش غنديرو الدراري ولا ما نديروهمش هادي مساله عاديه، ولكن بعد ملي تيجيو الدراري ربما تيبدا يبانو شي امور، شكون اللي غيقابلو،
حيت ربما غنرجعوا لهنا لهذيك النقطه، لان عجبتني بزاف هذيك النقطه اللي شفتي لها قبيله جيان، وانا بالنسبه لي هي الاصل ديال 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 الزواج. كل واحد جاي بواحد لا فاليز ديالو في دماغه، ولكن لا فاليز ديالك راه ماشي هي لا فاليز ديالي انا. انت بالنسبه لك مثلا في رمضان تدير غير فطور، انا بالنسبه لي في رمضان تجي ندير فطور وسحور، انا تنفيق مع الصحاب مثلا. انت تبغي تنعس بكري وتفيق مع الظل، او تفيق بكري، انا تنبغي نعس مع الظل ونفيق مع الظل. كاين مجموعه ديال الامور اللي هي كل واحد عنده يعني مزيان خصها تناقش. دابا ملي غنهضروا على لي زونفون، يعني الدراري باغي نديروا الدراري، دونك شنو هي الامور اللي خاصنا نناقشوها فيما يخص الاطفال؟ بزاف انت تهضر على الدراري، وكاين اللي تقول لك قبيله جاونا دي ميساج تيقول لك منين جاو الدراري تزادوا المشاكل. وكاين سفره ديال ان الدري مثلا تيجي ربما تقول لك المراه الراجل ما بقاش دايا فيا دايا في ولده، الراجل تيقول لك المراه ما بقاتش دايا فيا دايا في ولدها. وانا درتي على واحد النقطه قبيله ديال اللي هي ان هذيك العلاقه الحميميه خاصها تبقى، بان الراجل خاصو دائما يتزين ويقول كلام زوين لمرته، المراه خاصها دائما تزين وتقول كلام زوين لراجلها. دونك من بعد ملي تيجيو الدراري سا كومبليك، ما عرفتش جو سي با نيفو واحد اخر ياك، هذا مستوى اخر هذا. دابا حنا نجحنا في الاول طلعنا للثاني، داك الشيء النيفو دو هذيك اللي طالع دابا انا. الوغ ديجا باش نعرفوا بانه راه بارابور الدراري يعني في نفسية الانسان لا ديال المراه لا ديال الرجل اشنو كيوقع. بحال مثلا دابا راه باغينهم، دابا راه الانسان كيكون باغي الوليدات، ولكن كيكون انكونسون يعني في اللاوعي ديالنا كيكون واحد التخوف. بحال دابا التخوف ديال مثلا النساء كتقول انا غنغلط، وانا كريشتي غادي تهدا، والفورما ديالي ما تبقاش زوينه. الراجل كيكون عنده واحد التخوف هو انه غادي يجي حتى ليه شي واحد بلاصتو. دايوغ ملي كيجيو لي بيبي با يل دور اكوتي دو لا مامون، دونك داكشي علاش نقولو عندكم راه مزيان انه يبقى يبقى الزوج والزوجة في البيت وفي لا شامبر ديالهم، والوليد في داك الاول يبقى باش الاب يبقى ما يخرجش. انا بزاف يقول لك تزادوا الدراري انا البا تخرج من البيت، ولا كينعس بوحدو في الصالون. دونك هادو امور اللي كتبدا ايفيكتيفمون كتزيد كتعقد العلاقه. الله يحسن العوان، ما كيكونش الانسان كينعس بالليل داك الشهور الاولى وكيخصو يخدم، كيزيد كيتوتر. دونك مزيان واحد لوقيته يدير مثلا الراحه. هنا فاش كنشوفوا مثلا جوي انه كيكون مثلا الجد والجده كاينين في نفس المدينه ونقدروا نديوهم ليهم واحد الشويه، ولا يجيو يعاونونا مثلا داك السبت ولا الحد، كيير سوفل لي بارون فو سوفلي، كياخذوا واحد السوفل واحد لقيته من اولا مثلا ما عندهمش نقولوا العوين اي تو، ملي كينعس البيبي مزيان يستغل داك الوقيت باش لو كوبل يهضروا ويتقربوا لبعضياتهم. بحال كتولي كواليتي تايم، يعني داك الوقت يولي فريمون نردوا البال ونستغلوا هذا. واخا ما كاينش بزاف ديال الوقت، ولكن الوقت يولي عنده كاليتي ديالو مزيانه، يولي انتونس. فوالا انتونس، ملي نشوفوا وليدات نعسوا ونساو التلفازه ونطفيو كل شيء ونوضوا نهضروا ولا نتعانقوا ولا شوف اش غادي نديروا. سا سي امبورطون، يعني كيولي هذاك الوقت اللي هو مهم، كيولي سي ان طون كي بريسيو. اي منين باش منين عاوتاني عاود يفيق البيبي عاود يفيقوا الدراري، هذا كيكون كتكون لا غوسورس. هذا سي امبورطون انه الواحد ما يتشطنش، يعني منين تكون مثلا الحيد على التليفون والتلفازه والامور اللي غادي ونتعاونوا على داك الوليدات، راه ماشي غير الام اللي راه كتنهك، راه دابا ولات كيولي ارهاق عند السيدات. دونك ويكون واحد العوين فريمون عليهم. والملاحظه راه كل عائله كل اسره اللي الابوين بجوجهم كيكون عندهم كيستثمروا الوقت ديالهم في تربيه الابناء بجوج، كيعطيو الحمد لله واحد الوليدات تبارك الله كيكونوا متزنين و مهدنين و ايموشنالمون مزيانين. انهم ما نقولش لا راه هذاك التربيه غير دلهم، وجود الاب يعني رساله للاباء اللي مثلا كيهربوا من الصداع وكيمشيو للقهوه ولا كيمشيو مع صحابهم. الله يخليكم دخلوا للدار وقبطوا وليداتكم هضروا معاهم، راه الوليد وهضروا معاه،
او لا فازه عاوتاني الام اللي تتبقى تلفازه والتليفون نهار كامل. التلفازه وكتعطيه التليفون يلعب فيه باش كيتلها. هذه راه خطيره بزاف، راهي الا لهيتيه بداك بهاد السمارت فون وبهاد الشاشات الذكيه، راه غادي يكبر لك في 50 فيه المشاكل. كاين تتعطل في النوض، كيولي التوحد، كيوليو معصبين. دونك هاد الوقت الاول بجوجكم الله يخليكم اعطيوهم مقيت واسالوا الله البركه في كل وقيته، والله يعينكم، لانه احتسبوه اجر. هذا هو العمل الماجور، هو انك فريمون توقف عندك الوليدات وتعلمهم وتصبر في الاعصاب ديالك. غنختموا بنقطة واحدة، نقطة اللي جات كذلك في الميساج. أكيد أن الموضوع موضوع كبير بزاف، ولكن تنشكرك تبارك الله عليك جيان، عطيتينا نقاط اللي هي رئيسية لشابيتخ. ألو غنختموا بشنو قالت الأخت والصديقة ديالنا لطيفة رأفت مغيارة. دونك الناس هضروا على الغيرة، طبيعة الحال اي علاقه، ماشي اي علاقه ولكن المهم العلاقه الزوجيه ولا العلاقه ما بين شخصين تقدر يكون فيها واحد الشيء ديال الغيره، وتقدر يكون فيها بزاف ديال الغيره، وتقدر ما يكونش فيها الغيره. اشنو هو الحل؟ واش خاصها تكون؟ واش ما خاصهاش تكون؟ ولا كانت باي مقياس؟ والسؤال المهم هو واش نقدروا الا كانت نحيدوها ولا ما كانتش نديروها؟ باش نقول لك الغيره اللي تنسمع ان كاين دي فام ديرونجي، تقول لك انا راجلي ما تيغيرش عليا، انا ما عرفت علاش، يمكن انا ما تنعجبوش، ما بقيتش دايا فيا، يمكن انا هذا، يمكن عنده شي حاجه، يمكن ما تيبغينيش. وكاين عاوتاني المراه تقول لك انا راجلي تيغير عليا بزاف، وهذا الشيء ولا مبرصطني، وهذا الشيء ولا مديرونجيني الى اخره. ونفس الشيء الراجل عاوتاني تي لا ميم شوز، كاين راجل تيقول لك انا المراه مثلا ما عندها مشكل، انا نيتا نخرج، انا ندخل ندار، انا ما عنديش مشكل، يمكن ماشي يمكن ما بقاش دايا فيا. وكي تقول لك عاوتاني انا المراه دايره اللي بحال قلتي قبيله ديك الطويه في القفص، اجي فين مشيتي، فين جيتي، مع من هضرتي، شكون عيط لك، علاش، كيفاش، انت لو كانت دو كيفاش 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 نشوف واحد الحل الوسط ديال هذه النقطه هذه. هو الغيره هو موضوع كبير لا فيغيتي، طبيعه الحال طبيعه الحال، لانه لانه فريمون الغيره، انا جالوزي باش نغير على الاخر، هي انني بحال خايفه يمشي، خايفه ويشوف واش انا غندير له الدراقات العينيه. لا يشوف، كيقول لك الشوف ما يبرد الجوف. اون فيت الغيره هي انني بصح الغيره ما عنديش الثقه في نفسي. واش بصح الغيره هي عندها علاقه يعني بالحب ديال الشخص كيف ما قالت لطيفه؟ هي عندها علاقه مع الثقه بالنفس. ثقه افكتيفمون، هذا الشيء ثقه بالنفس. الو ماشي ثقه في النفس اولا، ثقه بالنفس. الانسان لا لا، الانسان اللي واثق في نفسه كتكونش عنده هذيك الغيره حاضره. كتجيش بعد مرات شي حاجات، لا كان شي كما قلنا ما نديروش، نتسناش على سيدكسيون، لانه يعني لا سيدكسيون راه غريزه، غريزه حيوانيه راه فينا في سيميم سيميم هرمونال. كتجيك بعض المرات كتشوف شي شوفه هكا، شاف شي حد هذا كتفق عليك ديك الغيره، لكن ملي كتكون شي حاجه حلوه ديال دي دي النسمه كدردر شويه ديال القرفه باش تنسم. مي اون جينيرال لا كونفيونس اون سو، يعني الثقه في النفس، اللي واثق في نفسه غادي يشوف، راه كيشوف، راه كل انسان راه غادي يشوف، ما غاديش. ولكن يعني حلوه، اما ملي كتكون ديك الغيره اللي هي مرضيه، هنايا لا رجل لا نسا، طبيعة الحال تولي ما خليكمش. علاش 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 كتغير هكا بسميتو؟ واش خايف لا غتشوف شي حاجه يعني ما واثقش فيها، ما واثقش فيه؟ خاص تكون الثقه، الا ما كانش الثقه راه غير كتكذبوا على راسكم في هذيك العلاقه. راه الثقه هي راه اساس العلاقه، هاتي راه عقد، هاتي شنو هي راه العقد زواج راه ميثاق غليظ اكيد، راه بيناتكم الله سبحانه وتعالى، واللي خان الميثاق راه خان نفسه قبل ان يخون الاخر. ولا ما كانش الانسان مستوعب هاد النقطه هادي،
راه فريمون خصو داك يتشالنجي راسو في داك الزواج. راه زعما سي اون انستيتيوسيون خاصو يعاود، كبيرة. نعم نبيل، يعني خاصو يعاود يجلس مع راسو، لان هذه الكلمه اللي قلتي جيهان هذا كلام يعني كبير جدا، هذا كلام ديال الله سبحانه وتعالى، هذا كلام في الدين ديالنا. يعني بغض النظر على الاخر، راه على علاقتك مع نفسك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. دونك اكيد ان اللي ما غاديش في هذا الاتجاه، لان هو تيقول لك ان الزوج خاص يتقي الله في الزوجه ديالو، والزوجه خاصها تتقاه كذلك في الزوج ديالها. يعني مثلا وصلوا، لان بعض الاحيان انا تنظن، انا اي تندوي انت غتفهمي احسن مني، بعض الاحيان يقدر يوصل نقدروا نتخاصموا، راه سي نورمال، حاجه اللي هي نورمال، ولكن تنقولوا بالدارجه ديالنا راه غير الثقه في وجه الله. يعني تيقدر انك انت تاخذ واحد الانسان اللي عارف هذه المساله هذه، ما تيقدر المساله انه يضرك، يدير لك شي حاجه اللي هي خايبه بزاف. ولكن اللي ما تيتقاش الله سبحانه وتعالى وما تيستحضرش وجه الله سبحانه وتعالى في هذه العلاقه، تيقدر انه يمشي الامور اللي بعض الاحيان تتكون سلبيه، بعض الاحيان اللي تتكون خايبه، بعض الاحيان تكون للاسف لما غندخلوش. هذا فاكيد ان يعني العلاقه ما بين الشخص، ما بين الزوج والزوجه ديالو، هي علاقه اللي داخل فيها الله سبحانه وتعالى، وخاص الطرفين يستحضروا هذه النقطه هذه، لان ربما هذا هو المفتاح ديال السعاده، والمفتاح ديال الهناء في العلاقه الزوجيه. تنظن برافو عليك، انت دابا لقيتي النقطه الاولى ما بين داك لي تخوا بوان. انا قلت لك سقل على ثلاثه ديال النقاط. البوان الاول وهو مخافه الله سبحانه وتعالى، ملي كتحطها نصب العينين مرضع، لانه ملي كدير علاقه وكتخاف الله امبوسيبل دير شي حاجه ولا الاخر كيدير لك شي حاجه، كتغضب حتى كتغضب وكتمشي كتستغفر الله وكتبرد، كتقول استغفر الله العظيم. ما عمرك كتأذي الانسان الاخر، لانه ملي كتولي نتايا مثلا كدابز مع الاخر كتكون اذيه. راه ملي كتبغي تقول شي كلمه خايبه كتقول استغفر الله العظيم وكترجع الكلمه وما كتنطقش بشي حاجه خايبه. نعم. دونك لانه هنايا هي ديال لا ساكراليتي القدسيه ديال الزواج، راه ماشي غير حفله وذهب وتكاسات وعراضه والدار زوينه وغادي نديرو وغادي نبانو. لا لا لا، راه ملي كيسد عليك تسد باب دارك راه كتبقى غير انت وداك السيد وداك السيده، كتبقاو بجوج بكم، راه ما كيشوف فيكم حد، ما كيطلع لكم حد، ما داكشي اللي عندكم هو اللي كاين. والسعادة تكون داخل البيت، ماشي السعادة هي خارج البيت، نبين اشنو شريت ولا اشنو غنشري ولا شنو عندي ولا الجانب المادي، هذا عمره ما غادي يخلق واحد السعادة بطبيعة الحال. تماما، برافو عليك، راه فغيمون تكون سعيد تقول بكويس اتاي وزويتي الزيتون كحل وخبيز بخير. أنا ولا حنا مشينا تعشينا في هذا الريستوره ولا حنا مشينا. انا قلت لك وحده جيان، وحده هذه وقعت هذه واحد 8 ans 7 ans derrière. واحد النهار كنت افيك ان مي موا اون ايتي في الرباط، سالينا الخدمه هذيك الساعه، انا جيت باقي كاين في لوبيتال في افيسان، اي دونك سالينا الخدمه وهبطنا هبطنا ونا بخي ان كافي وغادي تنتمشاو. الوغ حنا هابطين تتبنى في دلوت كوتي في الجهه الاخرى واحد السيده طالعه، هاد السيده خدامه معانا. الوغ هاد السيده شنو كانت تدير؟ كانت تدير في مسكينه فام دو ميناج مع لي سوسيتي ديال الميناج، سي اون جون في لي ترونتين مزوجه، الزوج ديالها حتى هو في الميناج في لوبيتال، دونك بجوج بهم كاع بجوج بهم ما واصلاش عندهم 3000 درهم في هذاك الوقت ديال الصالير. ولكن الطريقه باش غاديين في هذيك الشارع، يعني هو غادي خاصو يديه في جيبو وهي غاديه دايره يديها شاده فيه، وانت تاكل واحد 10 دريال ولا ما غاتكونش 2 درهم ديال الزريعه، غاتكون 10 دريال ديال الزريعه في لو بيدجي ديالهم. ولكن عرفتي ديك الطريقه اللي غاديين بها، هو دايرها فهمتي، وهي ما شاء الله الله يبارك غاديين ديك الدار بين الدنيا بركلا، ايل فيف لو جور والعقل خاوي. جو مغابيل تخي بيان جيان قسما بالله، ويدور عندي ديك الدري صاحبي قال لي شوف هذيك اللحظه اللي عايشينها هاد الناس هادو، قال لي المدراء العاد ديال كبريات الشركه، ايش هذيك اللحظه ديال هذيك السعاده اللي عايشها هاد اللي عايشها، ما غنقولش سميتها لان هي ورجلها. نو سي كو هنا باش ريبوند، باش نجاوب على الفكره ديالك، ان السعاده عمرك ما يمكن تشريها بالفلوس. صحيح هذا ما تيعنيش ما غنربعوا يدينا ونبقاو جالسين، لا خاصنا الخدمه بطبيعه الحال، خاصنا نتكلوا على الله، خاصنا هذا، ولكن
راه ماشي عاوتاني فوق الجهد، وما غنبقاش نتزوج باش مرتي تجيب ليا، ولا غنتزوج باش الراجل يجيب ليا. خصنا نتزوجوا باش يكون عندنا واحد الميثاق، باش يكون عندنا واحد السكينة اللي هضرتي عليها في الأول، اللي هي الحياة ديالنا. لنسكن الى بعضنا البعض. ودابا خاصة في هاد الظروف هادي، شو شحال ديال الستريس، شو شحال ديال الامور اللي كاينه، كلشي زعما بارك الله. الناس تيغايي. ملي كتكون دابا تخيل عندك عارف غتدخل لدارك ترانكيل، غتضحك، غتنشط، ما كاين لا صداع لا حتى شي حاجه، اللهم لك الحمد، تقول الله يبارك لينا. ديك الساعه ما اللي كليتيها كيكون مزيان. زعما فريمون الواحد يمشي للاساسيات، ولكن هذوك الاساسيات مزيان يكون موضحهم مع راسو، وموضحهم مع داك السيده ولا داك السيد اللي معاه، باش يكونوا غاديين كيبنيو في نفس الطريق. ماشي واحد كيبني في اوتوغوت وواحد كيبني في السكه ديال التران. اكسلون جيان، ما تخيناش في حقا. غنعاود نعطي خلاص اخر مره، ولا نسيت شي حاجه عاودي فكريني. دونك الاول على الحوار قبل الزواج، ان كل واحد الباليزه اللي جايب معاه يخويها، وحتى ديك الجيوب الصغار اللي تيكون فيهم السنيسلات وهذا يجبد اشكال، راه ماشي عيب. ما تنهضروش على الباليزه ديال الحوايج، ولكن تنهضرو على الباليزه ديال الافكار. نبارطاجيو الافكار ديالنا، اشنو تنبغي، اشنو ما تنبغيش، اشنو تيعجبني، اشنو ما تيعجبنيش قبل الزواج. منين نوصلوا للزواج نهضروا على الجانب المادي، نهضروا على الجانب ديال الحوار، ان لي سوكري ديالنا يبقاو عندنا في البيوت ديالنا. ماشي ضروري نبقى نخوي دائما على نفس الشخص، نبقى نعاود شي امور اللي كاينه وشي امور اللي ما كايناش. هضرتي لنا على الغيره، بان عندها دي ليميت ديالها اللي خاصهم يكونوا. هضرتي لنا على الثقه في النفس، هضرتي لنا على الثقه في الاخر، هضرتي لنا على ان كل واحد يخلي واحد المجال ديال الوقت الاخر. ماشي ضروري ناخذ تيلي كوموند ونبقى نزيد في الشخص ونقص منه. اجي تاكل، نعس، اجي هنا، فين مشيتي، علاش ما جيتيش، علاش ما درتيش، شكون عيط لك، شكون ما عيط لك، شكون دوا معاك، شكون. دونك هذه امور اللي بعض الاحيان تكون خاطئه. ربما حتى المساله ديال، كنت سمعت واحد النهار واحد المساله ديال التليفون، باش ان الانسان يقلب التليفون ديال الاخر اشنو فيه واشنو ما فيهش الى اخره. من الافضل ان الشخص ان تجاوز، ما تبقاش، لان بطبيعه الحال بعض الاحيان نقدروا نقراو شي امور، ولكن حنا غنفهموها العكس ديال هذيك الامور كيفاش دارت. بالنسبه للاطفال بطبيعه الحال، اننا واخا يجيو الاطفال نبقاو عندنا، المراه يبقى عندها الزوج ديالها حاضر، والزوجه الزوج تبقى عنده الزوجه ديالو حاضره. شفتي النقطه كذلك اللي هي مهمه، ديال اننا من بعد الزواج كذلك ضروري يبقى ان الشخص يقول كلام زوين للزوجه ديالو، والزوجه تقول كلام زوين للزوج ديالها. ان الهندام كذلك ان الزوجه تزين للزوج ديالها، وان الزوج يتزين كذلك للزوجه ديالو، ماشي غير طرف واحد. انا تنهضر على الطرفين بجوج، دونك جبتي باش نكون نوتخ. هذه كلها امور اللي بطبيعه الحال اللي هي سهله باش اننا نديروها. وشفتي لواحد النقطه اللي بالنسبه لي انا هي الحل، وهي الساروت ديال هذا النجاح العلاقه الزوجيه. يعني حنا كمسلمين، يعني استحضار وجه الله سبحانه وتعالى في هذه العلاقه، يعني مساله اللي هي مهمه، وبان الزواج ماشي هو مساله فلوس، ماشي هو مساله ماديات. الزواج هو المساله ديال السكينه، والمساله ديال الراحه، والمساله ديال الثقه، والمساله ديال اننا نبنيو مشروع. وانا علاش تنبغيت نعاود هذه النقط بزاف، لان ربما صلاح المجتمع من صلاح الاسره، وصلاح الاسره من صلاح العلاقه الزوجيه، وصلاح العلاقه الزوجيه تعتمد على هذه النقطه هذه اللي هي بسيطه. لان الا كانت اضطرابات في العلاقه الزوجيه، فربما غيكون عندنا اطفال اللي هما مضطربين، مجتمع اللي ما غيكونش مزيان، وبالتالي فما يمكنناش نزيدوا لقدام. دونك الناس على حسب ما فهمت من جيان، ما تخافوش من الزواج، الفو جوست خصنا نحطوا لي كارت اطابل ونحطوا النقط على الحروف. الا نسيت شي حاجه اختي جيان فكرينا بها. ميرسي، تبارك الله عليك. وواحد السيده كتقول لك عندها شي مشاكل وداك الشيء، كان جو لانفيت انني كنشوف ماريا بشرى، دونك ال بو لا كونتاكتي، تقدري تصلي بها، راه هي متخصصه في هذا الشيء. تبارك الله عليك دكتور نبيل، ما عندي ما نسالك، وديما ما كنسخاش انا بلي لايف معاك. الله يبارك فيك، شكرا بزاف، انه الله يجعلك منك، والله يجعلك في ميزان الحسنات ان شاء الله. امين امين امين. وقلنا ان شاء الله غادي ندوزو لواحد اون بيريوديسيتي، يمكن شهر ولا اكثر. اكزاكتومون فوالا، دونك انا نشوفو ما نبقاوش نديرو كل تلات. اكزاكتومون، دونك كيف ما تتعرفوا دابا غنبداو الجانب العملي، دونك لا جيهان ولا انا شخصيا ولا نتوما كذلك. فكل واحد الان غيولي عنده عاوتاني كاين بعض الامور
العمليه والامور العائليه. فغادي ما غيبقاش عندنا كل اسبوع، غادي نعلمكم ان شاء الله من بعد فاش نكونوا غادي نديروا اللايف، غادي نعلمكم. وجيهان تنشكرك بزاف على هذه المواضيع كلها، شخصيا استفدت منك بزاف ديال الامور، استفدت منك شحال من حاجه، الناس استفدوا منك بزاف، لان كل مره تيسولوا فوقاش اللايف فوقاش اللايف. انا تنقول للناس كاع اللي حاضرين معنا يمشيو للصفحه ديال جيهان لبيب ولا كوتشن لاب اكاديمي، صيفطوا لجيهان راه تتجاوب الجميع. الله يتقبل منك يا جيهان، والله يجعلك حسنات، والله يوفق الجميع ان شاء الله، وشكرا بزاف. امين، اللهم بارك للجميع، تبارك الله عليك. شكرا جيهان، السلام عليكم. فوالا دونك اللايف. سلام على الاستاذه جيهان، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، تهلاو في راسكم ان شاء الله، الله يوفق الجميع، الله ييسر الامور، والله يكمل بخير على الجميع ان شاء الله. تهلاو في راسكم والله ييسر الامور. فيما يخص لي لايف ديالنا، فيما يخص الجانب ديال التغذيه، غادي نرجع لهم ان شاء الله عما قريب، فغادي نهضروا جوج ديال المواضيع اللي جايه في الطريق ان شاء الله. كاين موضوع ديال لو جون انترميتون ولا الصيام المتقطع، وكاين موضوع كذلك ديال التغذيه والامتحانات. نعرفوا بان الاطفال ان التلاميذ والطلبه هما كاين في 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 استعداد الامتحانات، فهذاك الشيء علاش غادي نحاولوا اننا نديروا بعض النصائح فيما يخص هذا المجال هذا. تنشكركم بزاف في الحضور ديالكم، تشكركم بزاف الاسئله ديالكم، تشكركم بزاف التتبع ديالكم. دعيو معنا والله يسر الامور، والله يوفق الامور الجميع، وتبارك الله عليكم، والله يسر الامور. شكرا، سلام.